سيد ضيادين، اهلا ومرحبا بك. وبدايه الحريه والتغيير تسعى او اعلنت عن انطلاق المرحله الثانيه للاتفاق السياسي في السودان عبر انعقاد عمليه سياسيه لمناقشه القضايا الخمسه الاساسيه، والتي هي الاصلاح الامني والعسكري والعداله والعداله الانتقاليه، اضافه الى قضيه شرق السودان واتفاق سلام جوبا ولجنه ازاله التمكين. اي فرص لنجاح هذا الاتفاق الإطاري ولنجاح أيضا مناقشة هذه القضايا الخمسة؟ مرحبا أستاذ مناضل، ويعني دعني في الأول أصحح بعض الأشياء، لأنه كما تعلمين الصحة السياسية أصبحت يعني هناك مصادر كثيرة للخلط. يعني التحالفات اللي كانت بالتامة في وقت ما أصبح أعضاء موزعين في اتجاهات أخرى، فأنا هنا لا أستطيع أن أمثل المبادرة للترتيبات الانتقالية، لأنه أصبح حتى هذا الاسم يعني يكاد يكون غير موجود مثل ما هو حاصل في التغيير، هو الحرية والتغيير. نعم. الاتفاق الوطني او التوافق الوطني وغيره من التحالفات. ولذلك انا امثل لو سمحت امثل حزبي او امثل وجهه النظر السياسيه التي اتبناها. نعم، الافضل ان تمثل وجهه نظرك الحزبيه. نعم. طيب انا ممكن امثل حزب البعث السوداني. نعم. البعث السوداني. ومثل وجهة النظر هذه. أولا تفضل. نحن لا نعتبر ما تم اتفاق بهذا المعنى، بل هو إذعان للأوامر والتدخلات الأجنبية. ونحن كنا أول من أشار إلى هذه الأشياء، بأنه الرباعية والثلاثية هما المساندون أو الذين يزعون لحل مشاكل السودان، وإنما هي تدخلات أجنبية تسعى لفرض واقع معين في الوضع السياسي السوداني، بالتأكيد يمثل مصالحهم وليس مصالح الشعب السوداني بأي حال من الأحوال. وبالتالي إنما تم ومنذ ما قبل الإعلان الدستوري الذي سمي بتسييرية المحامين زورا وبهتانا، كان عندنا رأي نحن في الثلاثية وفي وولكر بالتحديد وفي التدخلات الأجنبية. وبالتالي نحن نعتبر ما حدث إذعان وليس اتفاق سياسي. نعم. أبقى معي سيد ضياء الدين مرغني. دعني أرحب بضيفي السيد عامر حسبو، الناشط السياسي والحقوقي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد عامر. والحديث حول انطلاق المرحلة الثانية للاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في 5 ديسمبر الماضي عبر انعقاد مجموعة للعمل للمناقشات، برأيك هل ستحقق يعني هذه المناقشات الوصول لأي حل سياسي يمكن أن تجمع السودانيين، خاصة بعد الرفض الكبير لهذا الاتفاق الإطاري؟ أولا التحية إليك أستاذ مناضل، وعبر التحية جميع العاملين في شرق الشرق. ايضا قبل ان اجيب على سؤالك احب ان اقدم التعازي والرحمه والمغفره للضحايا والشهداء واهالي الشهداء والمنكوبين في كل من الحميديه بزالنجي وبليل بنياله، ولهم الرحمه والمغفره. فيما يختص بالاليه او الاتفاق بين الحريه والتغيير، أعتقد أن هذه الاتفاق قد وجد الزخم كبير جدا، لكن هنالك معالات كثير. إن لم يكن هنالك توافق وطني شامل لحل حالة قضايا السودان، فلن يكتب لهذه الاتفاقية النجاح. نسبة إلى في عامنا الأخيرة قد حدثت كثير من المبادرات، كثير من القضايا مثل هكذا القضايا والذي طرحت آخرها الحرية والتغيير بالمبادرة هذا. وهذه المبادرة إن لم يشارك فيها جميع أفراد الشعب السوداني وجميع الأطياف الأخرى فلن يكتب لها النجاح، وبالتأكيد سوف يزحف كما زحف بقية الاتفاقات الإطارية من أجل حل قضية الشعب في السودان.
نعم، قوى الحرية والتغيير سيد ضياء الدين مرغني، قوى الحرية والتغيير يعني قالت بأن هذا الاتفاق أو التوقيع لهذا الاتفاق هو يهدف إلى تحقيق يعني أكبر توافق وطني تمهيدا للتوقيع النهائي. لماذا ترفض القوى السياسية التي ترفض هذا الاتفاق هذه الخطوة، خاصة بأن هذا الاتفاق الإطاري كما يقول قوى الحرية والتغيير بأنه تمهيد لدخول بقية القوى السياسية؟ هذه طبعا ليست الحقيقة، وإنما هذا الاتفاق جاء استمرارا لهيمنة وإقصاء، أصلا كان مستمر، وبموجب ذلك انقسمت قوى الحرية والتغيير ذات لأعداد كبير جدا من القوى التي أسمت نفسها قوى الحرية والتغيير. والشاهد على ذلك حتى الآن يعني عندك في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الذي تبنى هذه الاتفاقية خرج جزء كبير من أعضائه ضد هذا الاتفاق، نذكر منهم حزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب الجمهوري، يعني تيارات كثيرة، وعبروا عن ذلك في الأجهزة الإعلامية وعبروا عن ما يحدث. فهو ليس اتفاق جامع، وإنما هو امتداد لسيطرة بعض القوى، ممكن تسميته هذا الاسم. ولكن وحتى التوقيع بالمناسبة يا أستاذ مناضل، نعم، التوقيع نفسه تم عبر واجهات هذه القوى وليس عبر قوى جديدة، وحتى في بعض الكيانات التي وقع باسمها نفت ذلك، مثل تجمع المحامين الديمقراطيين، نقابة المعلمين إلى آخره من الأشكال. أما البقية فهي واجهة لحزب معين، يعني تصور إنه حزب واحد وقع بخمس واجهات حتى يعني يكبر قومه زي ما نقول، أو يكبر قوم الاتفاقية. هذا ما هذا هو الواقع. حتى من كان بالمجلس المركزي خرج عدد كبير منهم ضد هذه الاتفاقية لأنها لا تلبي المصالح والمصالح الشعب السوداني. دعني أقول شيئا مهما، نعم تفضل. لسنا ضد الحل السياسي الشامل، لسنا ضد الحل السياسي الشامل الذي يخرجنا من هذه الأزمة الوطنية الممتدة منذ وقت طويل، ولكننا نرفض أي اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات محدودة لا تعبر عن حل قضايا الشعب السوداني التي نراها مبتدأ تتلخص في أشياء هي بعيدة نوعا ما عن الخمسة قضايا مؤجلة. لماذا لم يطرح المؤتمر الدستوري القومي؟ لماذا لم يطرح المؤتمر الدستوري القومي وهو الأول؟ نعم طيب طيب، دعني أتوقف هنا سيد ضياء الدين، ودعني أنقل يعني نقطة مهمة جدا لسيد يعني عامر حسبه. قوى الحرية والتغيير تقول بأنه تناقش هذه القضايا الخمسة، وربما هي القضايا الأهم في السودان والذي يعني ينادي به القوى الثورة الحية والأحزاب التي رفضت حتى هذا الاتفاق، يعني هي قضايا رئيسية وأساسية وجوهرية. لماذا يرفض القوى السياسية الأخرى، خاصة بأن قوى الحرية والتغيير كما سألت ضيفي قبل قليل بأن هذا الاتفاق هو تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي ودخول بقية القوى السياسية؟ نعم، هذا سؤال منطقي. إن حرية التغيير والأطروحات الخمسة التي طرحتها قد طرحتها من مفردها ولم يشارك بقية الأطراف. لن ننسى إن حرية التغيير المجلس المركزي وحرية التغيير الديمقراطي هم الآن يلعبون، يعني لديهم زخم كبير وكل يريد أن يحقق بعض الأهداف في صالحها. لذلك هم سرعان ما بادروا بهذه الاتفاقيات وخط هيمنوا عليها طبقا وكأنها مثل اتفاقية جوبا التي يعني كرست بعض المفاهيم. لأن حرية والتغيير هنا حينما طرح هذه الاتفاقيات ومساندة المنظمات الإقليمية وأيضا بعض الجهات التي يعني لديها بعض
التشاورات او العلم في داخل الوطن، هذا ما عدد هيئه الزراء وهذا ما افرزت بعد الاجنحه فضلا ان حريه التغيير لم يشارك هذه الاحزاب الكثيره الذي لديها الزخم ولديها الصوت العالي في السودان. لذلك موضوع حريه التغيير ان تطرح اي فكره من اجل حلحله قضايا السودان بمفردها دون المشاركه الى بقيه الاطراف السياسيه الاخرى او حريه التغيير نفسها الذي انشقت فيما بعدها لن تكتب لها النجاه، وهذا هو لب المشكله هنا. لان هذه الاتفاقيه التي طرحتها في يعني هنالك بعد القضايا الجوهريه في هذه القضايا الخمسه مثل قضايا السلام والعداله والعداله الانتقاليه، نعم هذا الشعب السوداني يريد هكذا، لكن كون يكون هذا فقط لمفردهم هم دون ان يكون في اطراف اخرى يتشارعوا ويكون في توافق، هذا ما هو عدد الى هذه التجاذب بين بقيه الحركات الاخرى الاحزاب الاخرى ايضا حركات المسلحه الذي ترفض وايضا الحريه والتغيير الديمقراطي الذي لديها زخم جماهيري كبير والذي يعني يتردد تاره وتاره اخرى ينادي بانهم لن يكونوا طرفا في هذه الاتفاقيات، وهذا ما ادى الى هذه الصراع. وفضلا ان لم يكون هنالك حل جذري ببقيه اطراف السودان فلن يكون هنالك نعم. يعني امل لكي يكون نعم. اذا هذا الاتفاق الاطاري سيد عامر كما يقول البعض بانها ولد ميتا، على اي حال اشكركم جزيل الشكر واعتذر لضيق الوقت، شكرا جزيلا سيد عامر حسب الناشط السياسي والحقوقي، كما اشكرك ايضا جزيل الشكر سيد ضياء الدين مرغني الطاهر القيادي في قوى او في الحزب السوداني، شكرا جزيلا لكم، وبدوري اشكركم ايضا جزيل الشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، تقبلوا تحياتي وتحايا الفريق العامل، لن نلقاكم في امان الله.